فرقة مسح للطفل والعائلة للسيدة حبيبة الجندوبي، مرحبا بكم وريفا رافوين العمامي، مرحبا بكم في لمطة. أول حاجة، هل ترى إعادة الخرافات القديمة طريقة إيجابية لإعادة الأخلاق والقيم اللي نلقاوها توا قاعدة تظهر في المجتمع نتاعنا، قاعدة تفتقد؟ طبعا هذا الشيء اللي خلينا احنا خليني انا شخصيا نخمم في اقتباس او تقول انت الاشتغال على هالخرافات. اولا التراث الشفوي نتاعنا ياسر ثري، سواء بالخرافات او الاهازيج او الحكايات، ثري وقاعد يندثر وقاعد يتنسى. ومن موقعي انا في التعامل مع الشباب نلقاهم ما همش حافظين، ما همش ملمين بهالموروث هذايا، فقلت علاش ليه ما نحسوش. ديجا هي عمليه تحسيس اللي فما موروث وفما تراث وفما خرافات اللي نجموا نستعانوا بهم كادوات بيداغوجيه والا تربويه. تكوينك انت تعليم؟ لا انا عرائسيه 40 سنه امارس مهنه فن العرائس للاطفال. عندك ياسر قدرات بيداغوجيه كبيره ياسر، معناها في تعاملك مع الاطفال وبي الحمد لله نهنيك به. معناها الميدان خلاني نكتسب هالتجربه هذه، الممارسه الميدانيه الفعليه. فعلي هل قاعده تحاول باش تلم التراث هذا المفقود هذا؟ معناها انا تو القصه اليوم عجبتني ياسر، ماذا بينا لاولادنا يقراوا التراث هذا نتاع البلاد ويقراوا معناها الخرافات نتاع اجداد جدودهم، وتعرف معناها عن طريق الخرافات هذيا وعن طريق الواحد نجموا نراجعوا السلوك نتاع اللي مشات. بالطبيعه قاعد تقوم بالمحاوله هذيا ومش قاعد تقوم؟ انا الحقيقه ما زلت ما قمتش، ولكن فكره علاش لا نجم انا ونحسس ناس بالاخص اللي عندهم علاقه بالكتابه للطفل انهم يرجعوا يعملوا جمعه، يعملوا يجمعوها الموروث هذايا وينشروه في كتب. علاش لا؟ علاش لا؟ باهي سي بافوال، السؤال اللي كنت لاحظنا انت استعمال طريقه برشت في تشويق الاطفال، وهذه الطريقه كانت ناجحه، هل كانت مقصوده او معناها محضرها من قبل، ولا معناها كانت كما نقولوا عفويه؟ اكيد كانت مقصوده. هو بالاساس الشيء اللي نعمل فيه هو مسرح تفاعلي، يعني يعتمد اساسا على تشريك الطفل في العمليه المسرحيه، وهذا هو يعني إضافة إلى أنه بريش في المسرح المرحلة بتاعه مشي للشيء هذا، واعتمد برشا من الممارسات من هذا القبيل، وبالإلمام يعني بالعناصر هذه لقينا روحنا فكرة باهية أن نشاركوا الأطفال معنا في العرض المسرحي. باه لاحظناك اللي الأهداف التربوية للقصة هذيا، معناها شنو هي الأهداف التربوية للقصة؟ وين تحبوا معناها الوليد شنو يتعذب من القصة هذيا؟ يتعلم انه يعني يسمع كلام والديه، يعني ما يحلش الباب للغرباء كما يحكي الراوي في القصه، والاب وكل شيء برشا سلوكات من هذه حافظ عليها، يعني خاصه في عصر هالتكنولوجيا والوسائل المتطوره برشا يعني. وماذا بينا زاد نرجعوه للموروث الشفوي، معناها يبعد عن حكايه التليفون والايباد. باه لاحظت اللي في الهدف الجغرافي اللي حبيتوا تفسروا معناها البلدان اللي مر بها الحاج، فما شويه خفاق، مش خفاق معناها وسائل الايضاح، كان فما وسائل ايضاح اكثر مع الخريطه، كان الاولاد يفهم اكثر معناها الاقطار اللي كان يتعد منها، معناها الحاج يمر منها الحاج ويرجع منها. لا بالنسبه لي ما سالتش يعني سؤال هذا، ولكن هي سالتها مدام حبيبي، ولكن تمت الاجابه عنه يعني من قبل الاطفال، عملوا برشا مقترحات، ولكن هي فسرت تدريجيا بشوي بشوي يعني كيفاش يمر الحاج، لان هما يعني البعض فيهم ولا الاغلبيه منهم يعني ما يعرفوش كيفاش وين يمر الحاج. والهدف من كل هذا يعني ان نوروهم الفرق بين الحج في السنين اللي فاتت، يعني العقود القديمه وتو يعني كان انا نسمع باش ندخل على هالسؤال هذايا. احنا ما كناش حاطين محور النقاش حول ماذا سيكون، نحن ننتظر تفاعل الأطفال، لأنه في كل جهة ومع كل أطفال التفاعل يختلف من مكان إلى مكان ومن قاعة لقاعة ومن عرض لعرض. فبالصدفة في عرض البارح اكتشفت أنه الأطفال لا يعرفون موقع تونس الجغرافي فقط، يعني اكتشفته بالصدفة. فهذا الشيء اللي خلاني نزيد نتأكد اليوم، هل أنه
كانت صدفة عابرة بتاع البارح، وأنه بالحق لأولاد التوانسة اللي هما في مستوى السنة الخامسة ابتدائي والسنة السادسة ابتدائي وما يعرفش موقع تونس الجغرافي، أنا بالنسبة لي يلزم إعادة النظر في برشا شيء، يعني اللي هو ماهوش فقط دوري. أنا هاي جات فرصة المسرحية باش نحكي معاهم على موقع تونس الجغرافي، لكن هل أنه عادي ومعقول أنه الطفل ما يعرفش موقع بلاده؟ أنا عادي ومش عادي، ولكن أنا راها فرصة باهية، خاصة فما تجارب كبيرة مع الممثل وتجارب كبيرة معك أنت، كنت تعطيهم درس ومعك أنت يخفوا على خاطر أنت تنجم تأثر عليهم ياسر ويتعلموا الجغرافي عن طريقك أنت. نعم، اما خاطر فما اهداف لكل في كل اهداف، وكانت كان وجود خريطه هي تسهل المأمورين. بيعمل نخمم في الموضوع علاش لا؟ علاش لا؟ بعدين الاهداف الكل اللي عندي واحد يبدا على خاطر القصه فيها اهداف، واحد يحب يوصلها للاطفال، وكل الاطفال هذيك انتم عندكم انتم اللي زيدون، معناها الناس يقفوا عندك كل شيء ويتقبلوا منك كل شيء. الكلمه الاخيره الكلمة الأخيرة معنا. شكرا على ترحابكم بينا، وإن شاء الله نكونوا عملنا عرض باهي، وإحنا سعداء ومسرورين جدا. وبالحق اكتشفت اللي منسير عاصمة المسرح، الناس تحب المسرح برشا في المنسير. ونحن نشكرك على العرض القيم والجيد، ونهنيكم معنا بنجاح التنفيذية في مكتبة لمطة، وإن شاء الله ترجعوا لنا في أقرب وقت ممكن. إن شاء الله. إن شاء الله.